باهي باهي عاود عملت بريباراسيون باهي، كملت رجعت من البليسور، لعبت سنة ماهر صغير واحد آخر في الماتشات، لكن فاجئنا إنك ماكش موجود حتى معناتها أورليست في المقابلات. شنو صاير بالضبط معاك في الإسبيرونس؟ سلام سلام خويا، اش نعملك؟ احوال الناس يسمعوا فينا الكل. والله لقينا نحكي يعني تقول يعني شنو صار بالضبط، فهمت؟ خاطر لعبت او تجهل شنو صار، فهمتني؟ وما تعرفش اللي انا وين توا، فهمتني؟ والله توا السنين بعد ما رجعنا البريباراسيون، الحمد لله عملت بريباراسيون يعني باهية، ولعبنا لعبت يعني 5 ماتشات في البريباراسيون هذايا، الحمد لله يعني كنت فيهم يعني ديسيسيف، ومن فيهم اللي هما اميكال، فهمتني؟ ما حطيت يعني راسي، حبيت يعني رجعت بعد البليسير وشفت العام يعني كيف يتعدى عليا، حبيت يعني نرجع وفهمتني، حتى روحي فهمت يعني الرجعة اللي فات كله، الحمد لله عديت يعني بريباراسيون بي، وكنت يعني من أحسن يعني جوارات اللي لعبت في يعني الماتشات اللي بريباراسيون، ولعبت الكل اللي تفرجت تنبت إنه الولايات يرجع يعني فهمتني، يعدي سيزون باهية ويعاون جمعيته، فهمتني؟ واحد إلا إنه كي رجع أدخل طول رجعنا لي كومبيتيسيون هذوما، أنا نلقى روحي توا دو ماتش أور ليست، فهمت؟ لا فما إكسبليكاسيون، لا فما يعني ناس تحكي معاك، فهمت؟ ما فماش ريسبي، ما فماش يعني معاملة باهية، فهمتني؟ ما من طرف المدربين، من طرف المسؤولين، وما فهمتش علاش، فهمتني؟ توا الحقيقة يعني العميد طبعا قاعد في الاسبيرونس العام هذا، الأمور ما فهمت كيفاش قاعدة تصير، فهمت؟ واحد يجي يونشان يحب يعاود، فهمتني؟ أموره يحب يعاود يرجع يلعب، يحب يعاود يوري للعباد شنو هو، إلا إنه يعني نلقى فهمتني في حاجات ديز أوبستاكل، فهمتني؟ ما فهمتش علاش، إن شاء الله ربي سبحانه يفرجها وكذا. قلت لي مفماش معاملة باهية يا ماهر، كيفاش تصرفوا معاك؟ والله الحقيقة مانيش قاعد ناخف في اللي خاطر كان زيد ناخف في الحقيقة في اللي تاخف فيها جوارات يعني سيرتو، ما نحكيش على فلوس، ما نحكيش على حاجات، فهمتي؟ خاطر في حاجات تو في بالها اللي حتى نحكي على روحي، فلوس مو فوق انا من الفلوس، نحبوا الكورة، نحبوا نوصلوا في الكورة، نحبوا نوريو للعباد شكون احنا، فهمت؟ مي قلت لك راهو كان يجيب ناخذ في اللي تاخذ فيه 10% من اللي تاخذ فيه جوارات يعني حقي سير تيران، وانا يعني جيست نحب نقول يعني جمهور اسبيرونس يعني مرتاح، ولا نلعب فهمتني يعني نلعب اللي لازم، فهمتني؟ يعني واحد يلعب في التيران، فهمتي؟ تلقى العباد، فهمتي؟ تسمع تلقى العباد تعاون فيه، تلقى كلمة بايرة، وكان جيت تقول له راني نلقى في الحاجات هذوما وانا نلعب يعني نوري يعني حاجات ما تبارك الله، فهمت؟ اما راهو السيتياسيون متاعي راه كي نلعب في التيران ولا واحد ديما تلقاني متغشش، تلقاني فهمت؟ مي توا هما اللي قاعد يصير انه ديما لا توا العباد تسمع فيه، فهمتني؟ تحكي تقول او نون ديسبليني او ما يسمعش الكلام او مثلا يخلي روج او ترسني، فهمت؟ واللي هي الحقيقة انه راهو السير هذاك اللي تنظروا له يعني اللي يحكيوا عليه، راهو انا كو يعني العكس نتاعو، فهمت؟ رانا نحب الكورة، رانا نحب يعني نلعب ونحب يعني أول حاجة يعني بدينا في الدنيا دي إن إحنا باش نلعبوا كورة، ما بديناش قلت له باش ناخذوا الفلوس ولا باش فهمتني ولا باش انستغرام ولا واحد، فهمت؟ اللي الحاجة الأولى إن الكورة، فهمت؟ نحب نقدموا في الكورة، نشوفوا في العباد كيف تلعب برا في الكورة، نحبوا فهمتني نوصلوا كيما هكاك، ما نحبوش يعني اللي قاعد يصير لنا تو، ما مسي حتى يكارتي من الجروب، فهمت؟ عندي تو قربت يوسف مين، فهمت؟
كويت مثلا يستحقش يلعب والله. طب ما نحبهمش فهمتي. لا حقيقة الحكايات هذوما اللي بيتكلم وياخد فهمت، خاطر ديما توا قاعد العباد فهمتي تحكي على لا تقول والله ملاعب، اما ما يسمعش كلام فهمت. انا راه ما نسمع الكلام يعني ما نطلع الا ما نبدا قريب للتيران، ما تنجمش تكرتيني من الجروب ولا نبدا نستحق نلعب مثلا وفي مثلا تقول لي ما عندكش الحق فهمتي، تقعد تحطني نون كونفوكي ولا ما فهمت. هذه هي فهمتي الحاجة. ما حبيتش العباد تفهم اللي راني انا لازمني خايف من التيران، لازمني نكور، لازمني فهمتني فهمتي مرتاح، لازم الواحد فهمتي يوري الكورة بتاعه. إلا إنه طاو من جيت الإسبرانس كل مرة فما حاجة، كل مرة حاجة إن شاء الله سألولك إن شاء الله ما استفزازات ماهر، تتحققش. سألولك استفزازات. والله قلت لك يا أخويا سلام، راني مانيش الحقيقة حتى اللي ما جيت الإسبرانس راني تاوز، مانيش يعني حتى كي نلعب مانيش عارف كيك الماتش فهمتني، كان واحد يهبط فيهم فهمتني يقول العباد يعني تبارك الله ملاعب فهمت. اما سينوني ما اخرين هم يعني الحقيقة مانيش نلعب يعني فهمت، اي علاش خاطر لا ماكش مرتاح في مخك؟ شنو بالضبط صارت لك مانيش حاجات؟ مرتاح، مانيش مرتاح. انت عبارة عن واحد مثلا ماشي يخدم مثلا انه تلقى مثلا يعني المدير بتاعك ولا الواحد نهار كامل فهمتني هو لا يقول لك هيا فهمتني يعني لازمك تخدم على روحك، لازمك هاي تحبك فهمتني موتيفيك، ما فهميش حاجات كل حاجات هذوكم اللي قاعد راني الماتش ويت ويت راهو راني يعني انا نوري وواحد فهمتني بالسيف فهمتني على لي زونترونور بالسيف على الواحدين انهم يلعبوني فهمت. يعني مانيش اكل جوار فهمتني في كيما كنت مثلا في بنزرت ولا فهمت جوار فهمتني لعبت الكل فهمتي مبنى بيه لعبت الكل فهمتي تعرف اللي هم لعبي ويلعب ويوري فهمتي اللعبات شنو هو فهمتي ويعاون في شمال. انا فهمتي كجوار اكلي لازم يترين شهر باش يلعب فهمتي مينوت وما فهمتش عليه الله اعلم. شنو هي الوضعية تو هبطوك ذا الأسبوع؟ أنت رفضت الوضعية هذه، شنو صار بالضبط؟ اي والله معلش وليت لعبة هاي فهمت، وكي واحد كي يتكلم واحد مثلا على حقه في الاسبيرونس فهمتني ولا يقول مثلا نحب نلعب ولا فهمتني ما يفهموش ظهر لي الحكاية هذي ما تتقبلش ظهر فهمتني. حكيت مع كل شكون مرة أنت؟ يجي حكيت مع شكون؟ والله الحقيقة ما زلت ما كنتش مع حتى حد فهمت. لأن بليز امبورتون ان لازم العباد تعرف فهمت، خاطر فهمتي كل مرة مشكلة وكل مرة حس فهمتي يقولوا لا ما مش منضبط وكلوها هذيك باتي مورا ويخرجوها على الجوالات ولا يخرجوها على اي واحد فهمتي او مش منضبط او مش مشكلة. لا راه مانيش الجار بتاع الجوالات هذوكم، راني انا الاكثر حاجة يعني نحب يعني نحب اني انا نحب الكورة فهمت، نحب نبدا قريب من التيران، نحب نبدا نكاور، نحب نطلع حد يعني في ماتش ماركي انا جمعيتي فهمت، نحب نبدا فهمتي مرتاح، نحب نمشي في ليكيب ناسيونال، نحب نعاون فهمت، نحب عندي يعني كل واحد وعنده دي زوبجيكتيف نتاعو في حياته فهمت، خاطر كان جيت كيما الجوارات الاخرين هكا ناخد سالير فهمتي وهاني نخفي فلوس سي بون فهمتي، كان لعبوني كان ما لعبونيش هاني قاعد فهمتي نخفي في سالير على روحي يطلب نخبي فلوس ونعمل مشروع كيما تاع برشا شوارات. مي احنا رانا ما تنجمش تحرمني من الكورة فهمت، ما تنجمش من انا راني من انا راني شو كونت عندي شو كان يجيو يقول لي نو كونفو كي كيما كي ولا يحطني على البنك فهمت، خاطر انا وقت اللي انا نبدا حاضر راني خير من برشا شوارات. انا كي نبدا حاضر فهمتني مونتالمون ونبدا حاضر فيزيكمون ونبدا حاضر في كل شيء راني خير من برشا جوارات، ما نقبلش انه انترونور يجي يحطني على البنك ولا يحطني فهمتني نون كونفوكي من غير اكسبليكاسيون. انا راني كي جيت للاسبيرونس
جيت من ليكيب، جيت يعني من ليكيب ناسيونال، عمري يعني بريسك جيت من ليكيب ناسيونال ونلعب. فهمتي واه يا اخي، انا كي وصلت الحاجة هذوكم مو باللعب، فهمت؟ مش قاعد على البنك ولا هاو كي نجي نلعب هاو، فهمتني؟ لعبوه 10 مينوت ولا لعبوا 15 مينوت ومن بعد تقول الوريد والله فهمتني ما هوش قاعد يعطي في رود ما ولا فهمتني. طيب بار كونتر فما جواريت تلعب 10 6 ماتشات كاملين وما تعطيش يعني روند وان. انا اللي نحب نقوله اللي راني انا يعني حتى ولو طو يعني السيتياسيون نتاعي مع جامعتي راه ماهيش بايرة، لاني نبقى نحب الاسبيرونس فهمتني، وماذا بيا يعني فهمتني في اقرب يعني وقت نشوف يعني حل يرضي فهمتني الترجي الرياضي التونسي ويرضي اللاعب فهمتني انه الولايات اللي لازمو يلعب. هذا كان ما فهمش بلاصة يعني في الاسبيرونس ينجم يعني يمشي يلعب في بلاصة اخرى يخرج فهمتني، و يعني تستنفع جمعيته يستنفع هو يعني فهمت. ماهر، الناس الكل تعرف معين هو اللي جابك، كان يعني دربك في حمل انف وهو اثر باش انت تجي للسبيرونس، علاش تبدل الوضعيه معاه؟ والله الحقيقة ما أنا من من أخوي يستاهل خليها كوتي. فهمت. بي تنوي تبدل تفسخ عقدك تمشي بريجا مع اخرى، شنو تحب بالضبط؟ والله شو منش انا اللي فهمتني اللي فهمتني يعني انت نشوف في شيء ان شاء الله يعني نقعد مع يعني اللي لاهين بيا فهمتي، ونقعد مع جمعيتي وبين يعني حل فهمتي، خلي انه الطرفين فهمتي مرتاحين حتى ولو انا ميصيرش مخسور ولا حاجة وجمعيتي يعني فهمتني مرتاحة ولا واحد نقبل فهمتي. المهم انه انا ما نجمش نبعد على الديرة وفهمت، خاطر انا حياتي كل في كورة ما نجمش فهمتني انا طوع تيكارتيني ولا فهمت تبعدني على الديرة فهمت. انا حياتي الكل في الديرة كيف اي واحد فهمت يمشي يخدم على روحه، انا خدمتي في الديرة ما تنجمش انا تجي مثلا ما تنجمش نعمل انا زاد بروغريسيون فهمتي ب 20 مينوت و 15 مينوت، انا لازمني نلعب فهمتي، لازمني نشد بلاصتي، لازمني يعني نعاون جمعيتي، لازمني نوري للعباد انا شكون، ظهر لي العباد الكل ما تعرف اللي انا اونتر كيومي فهمتي مليح فهمت. ما نستحقش يعني انه باش تقول لي باش تجي مثلا تعطيني مثلا يعني تعامل عليا بزيه ولا واحد فهمتني ولا انترونور باش يعاوني ولا انا فهمتني من جوارات اللي تستحق انها تبدا تكون في التيران بارمي لي 11 فهمتني. اما تو ملي جيت الاسبيرونس قلت لك فما راهو دي فما حاجات قاعدين يصيروا دي بروبليم مشاكل انه من تو الواحد انه انا مش ما نقعدش يعني ضايع وقت خاطر مش باهي ليا فهمت، وانا زاده ما يساعدنيش اني انا نقعد مثلا ناخذ في صغير ولا ناخذ مثلا في فلوس وما نلعبش امي. فهمتني باش نكون حتى واضحين، عقد بخلاف الكلمات اللي خرجوا فيهم تاع موسم منضبط، شنو المشاكل قاعدين صايرين لك؟ يا ولدي ما يا اسلام خويا راه ما في تونس خد تربي راك تسمع كل شيء، راه ماهوش منضبط ما يسمعش الكلام ما درسنا فهمتني ما يترنيش بالكدي فهمتني. وانا اللي يعني تسال يعني كي تمشي النهار ان شاء الله تعمل انترفيو مع جوار من جوارات اللي ترينا معنا اقول له مثلا ماهر شنو قاعد يترين فهم شنو قاعد يعمل شنو قاعد ما يعمل طب هو يحكي لك. إيه انا فما شكون معناها عنده معاك انت مشكله بالذات؟ انا نجي اسمع انا تعمل هذيك خاطر مستحيل تكون كوره، خاطر كانت تحب العباد اللي راهو الكوره مستحيل راك ما تلعبنيش. اي من شكون ماهر؟ ستاف تكنيك الاداره والله شكون؟ يا اسلام انا والله الحقيقه راني ما نحبش ندخل انا في التفاصيل، خلي فهمتني العباد الكل تخدم على ارواحها. وكيف ما قلت لك انا راني ما راني انا ما عنديش مشكله راني لا مع فهمتني لا مع فلان ولا لا مع هم، يكون عندهم مشاكل معينه فهمتني ولا عندهم مشاكل مع جوارات باهيه ما فهمتش انا شنو ما يقبلوش انه فلان فهمت جاي من عند فلان ولا فلان جاي من عند فلان يعني تدخل حاجات كيما كيكه اللي هي فهمتني عمرها لك انت تابع كرة القدم فهمت. وانا كيف ما قلت لك راني ما نجمش نقعد راني بعيد على الكورة فهمت، لازمني نلعب لازمني نوري للعباد لازمني فهمتني نعمل الحاجة اللي نحبها فهمت.
تنجم تجي تكارتيني ولا ما تلعبنيش، فهمتني؟ ولا تقول لي خاطر لما قلت لك اسلام خويا راه لعبت الكل، غاي اللي تتفرج في كورة تفهم في كورة، فهمتني؟ تعرف اللي انا فهمتي بلعب. معناها مش يلعبوا فيك ميد خاطر معتبرينك جايبك شكون وما يحبوهش. ما انا مش من اللي يلعبوني اسلام، فقلت لك حاجات يعني خلف كرة القدم، فهمتني؟ ورا كرة القدم، خاطر قلت لك كرة القدم فهمتني، انا ترانيت عند برشا انترونيريت، فهمت؟ ترانيت عند ميركان، ترانيت عند لسعد الدريدي، حتى كي نمشي ليكيب ناسيونال ترانيت برشا مرات عند سينابيل، فهمتي؟ ترانيت عند سي فوزي البنزرتي، فهمت؟ ترانيت عند انترونر، مي جامي، فهمتي؟ صارت لي حاجات كيما مستحيل، فهمتني؟ الانترونيريت كبار، فهمتني؟ بالعكس يعرفوا اللي يجي يحكي معايا، يقول لي انا فهمتي جوار، فهمتني؟ يعني دو كاليتي جوار، فهمتني؟ عنده فهمتي مستقبل باهي، إلو إيه إنه اللي يفهموا في الكورة إنهم يلقاو إنهم يعطيني الليبرتي ويعطيني الحرية باش أنا نلعب، فهمتني؟ ولعبت ووريت العبت، خاطر مستحيل، فهمتني؟ فهمت ما تجيش راه في الكورة عبارة راك تيكارتي في ما نعرفش في جوار، فهمتني؟ يعني كبير، فهمت؟ ما تنجمش في ليلة وضحاها، هذيا حاجات أنا راهو هذوما مستحيل يكونوا كرويين، فهمتني؟ هذوما ما خلف كرة القدم، فهمت؟ ايه وحتى جمهور ترازي مير عنده حق باش يعرف شنو الحكاية. جمهور ترازي في هذه تونسي، انا نحب اقول رام جمهور ترازي تونسي رام عملوا له تصويره خايبه على ماهر الصغير، او اللي حنا نعطيك الحقيقه، يعطينا تصويره فهمت؟ صحيحه، اعطينا شنو صار بالضبط. اتو اني باش نحن مش نحكي واحمد تو باش نقول لك على كل شيء. جمهور ترازي تونسي فهم كي جيت الاسبيرونس من الماتش الاول من الماتش الثاني، ما راه ما شاء الله يعني معامله طيبه على الاخر، يعني تشوف كيف تحكي معايا يعني ما يعني بالحق يعني حتى في وسط العام، ومن بعد ولا اخوي ندخل الباج تاع الاسبيرونس، فهمتني؟ تجيني امي تقول لي يا اخي انت في مير اللي راهو في الدريمه، تقول لي مير يا اخي قبحت في فلان، نقول لهم مير راني ما نتكلمش في الدريمه راني طلعت، تقول لي راهم راهو كاتبين في الباجيت ودرس لي يومين، فهمت؟ ندخل هنا نلقى مير صغير درسني غير منضبط، مير صغير وانا كل تيجي شطاوة يعني خليفتي على ربي، شنو قاعدين نتكلم على العباد، فهمت؟ وكل مرة فهمتي نلقى فهمتي حاجة اللي جاية فهمتي اللي العباد، وانا فهمتي ما نتكلمش فهمتي في راديوات، ما نتكلمش في حد شيء فهمتي، ما خاطر ما عنديش معاهم الحقيقة الحاجات هذوما، اما ساعات لازم واحد يعني يخرج قدام العباد، فهمت؟ خاطر فما تبدا تحكي فيك عباد، فهمتني؟ راو السمعة نتاعك حتى ولو مع الناس البرا، فهمتني؟ راو فهمتي تتبدل كيف ما قلت لك توا، كنت فهمتي كي جيت للاسبيرونس لعبت كل طيبة معايا ما شاء الله، فهمتني؟ من بعد قلت لك بالحاجات هذوما انا نعذر فهمتي جمهور الترجي التونسي، خاطر وقت اللي انا فهمتي ما نعرفش العابد هذاك، وندخل مثلا الباجيت على الاسبيرونس وهو كل مرة كاتبين حاجة، هاو كل مرة هاو درسني، هاو كل مرة فهمت نولي فهمتي من غير ما نشعر، فهمتني؟ نولي يقول ايش بيه هذا، فهمتي؟ عمل لك اما باي كونتر راهو انا نحب نقول جمهور الترجي التونسي اللي راهو خرجوا راهو تصويره غلطه على مير صغير، يعني انسان نظيف انسان متربي، وراهو يعني حاجتي الاولى اني الكوره رانا نحب الكوره فهمتي، ورانا يعني فما شكون يعني مستهدفك معناها قاعد يخرج في الكلمات هذوما. فندخل ساعات نلقى والله الحقيقة الإسلام مش مكتبش عليك، ندخل نلقى في برشا بوجيه ساعات كيما آخر مرة فهمت كاتبين مارس خير يسيء معاملة المدرب، يعني فهمت يعني بتاع واحد فهمتني، يعني كيما نقولوا نحن متمرد، فهمت؟ يعني وقت اللي أنا نسمع جمهور، يعني أنا من الجمهور نسمع حاجة كيما هكا، فهمت؟ فهمت ما تجيش فهمت نقول شبيل ولا يدي، اما بار كونتر هذا هي ما يشكيك، راه كنت انا نقول اللي جمهور لازم يطلع فهمتني على الحاجات كيما نكاية، ويجي مثلا انا ما عنديش مشكله راني كي نخط قدام مع جمهور الاسبيرونس ونحكي معاهم في حاجات كيما نكاية بالمعقول، يعني فهمهم اللي انا راني مانيش جمهور هذاك، راني مانيش فهمتني مانيش العبد هذاك، مانيش فهمتني
الحاجة هذيك، وهي فهمتي في الكورة انه باش تعاون جمعيتك، يا باش تعاون جمعيتك وتعاون روحك. سينو فهمتي في الكورة يعني واحد كما نقولوا نحن ربي شنو يكتب له قسم، فهمت؟ ساعات مثلا ربي سكرها لك في بابي، حلها لك في باب اخرى، فهمت؟ لازم العباد تفهم هكاك. مش انا تو مثلا ما نلعبش في الاسبيرونس، اوكي خليه مثلا في الاسبيرونس، خليه مطيش غادي وما فهمت الحاجات اللي يعني تخمم كي من هذاك. مثلا لو مثلا ما لعبش مثلا كيما فهمت مثلا متوا في الفتره دي، نجم يمشي يلعب في جمعيه اخرى وغادي يعاود يرجع لجمعيته ويبدا حاضر ويبدا فهمت يعني. فهمت حاجات كيما هكاك. واضح. باهي مالي، يعطيك الصحة. نعيشك سلام بابا، ربي ان شاء الله يبارك لك خويا. عايشك باهي.